يا دوموفر يقول دستور دوموفر صفحة 3. دوموفر بفيدك بحساب القوى، يعني إذا أنت عندك كوساين تيتا زائد أي ساين تيتا وعليها أس أس أن، تنزل الأن جنب التيتا، شو بتصير؟ كوساين أن تيتا زائد أي ساين أن تيتا كوساين ان تيتا زائد اي ساين ان تيتا. واحد بيقول لي استاذ هون الطويله واحد، اذا ما كانت الطويله واحد يا مثلا كان في هون ار والار كمان موجوده تحت الاس، ما في مشكله، تنزل فوق منها بتصير ار اس ان. اذا ما كانت الطويله شو؟ واحد. طبعا اكيد بدنا نرفع الار للقوه شو؟ ان، مو جنبها، فوق منها. رح ناخذ مثال على دوموفر. يا احسب ما يلي بفيدك بحساب القوى. مثلا عندك جذر 3 على 2 ناقص ولا زائد؟ ناقص نص اي اس 24. هون شباب انك تضربها بحالها 24 مره ضرب من الخيال، فلذلك هون دوموفر بينفع. اكتب الفكره جنبها، مثلثي ثم دوموفر، نعملها مثلثي بعدين بنعملها دوموفر. تعال نعملها هي مثلثي. كيف نعملها مثلثي؟ نحسب الار والتتا، تعلمناها من شوي، شو طالعه معكم؟ طالعه الار واحد والتتا طالعه ناقص بي على 6 لانه الساين سالب كوساين موجب بيكون بالربع الرابع. اذا هي شو صايره؟ انتبه صايرة بالشكل المثلثي، ار يعني واحد بلاها، كوساين ناقص بي على 6 زائد اي ساين ناقص بي على 6 اس 24. لاحظ عملت مثلثي وحطيت له اس. دوموفر الان هون بينزل ال 24 هون وهون، بتصير جنب البي، بتصير 24 بي على 6. هي بدها تصير 24 على 6 4 بي، في قبلها شو؟ ناقص. اذا هي شو عم تصير؟ كوساين ناقص 4 بي زائد اي ساين ناقص 4 بي، كمان بتنزل جنب هي بتصير 24 على 6 شو بالضبط؟ 4. كيف انا بحسب كوساين ال 4 بي؟ عندك قاعده تقول مضاعفات البي الزوجية، مضاعفات بي الزوجية لها نفس النسب المثلثية للصفر، يعني مكانها على الدائرة عند الصفر، يعني هي نفس الصفر بالساين والكوساين. إذا نسبها نفس الصفر، يعني كوساين الناقص 4 بي هو نفس الكوساين الصفر. طبعا بدي نبه على شغلة كمان، الكوساين تابع زوجي، يعني الناقص تختفي، شو بتصير؟ كوساين الأربعة بي زائد اي، هون ما بتختفي، هون انتبه ناقص تطلع لبرا لانه الساين الساين تابع فردي، كوساين بيخفيها اما الساين بيطلع لبرا، هون برا الزائد شو بده يصير؟ ناقص اي ساين 4 بي. الان ما عاد في داعي للبوكس، كوساين الصفر واحد ناقص اي ساين الصفر صفر، الجواب واحد. الأربعة بي مثل الصفر. مثلا طلع معك مليون بي، 2 بي، 6 بي، 8 بي، 10 بي، أي شيء بي مثل الصفر، كوساينه واحد وساينه صفر. شو مشان إذا طلع فردي؟ بدي أكتبها، يكتبها مضاعفات بي الفردية لها نفس النسب المثلثية للبي.
للبي. يعني ساينو صفر وكوساينو ناقص واحد. بعيدة، مضاعفات بي الفردية لها نفس النسب المثلثية للزاوية بي. لها نفس النسب المثلثية للزاوية بي. هون بيفيدنا إذا مين؟ دوم وافر. صعب؟ طيب، فقرة اللي بعدها تحليل ثلاثي الحدود. هنكملهم مع بعض. تحليل ثلاثي الحدود من الشكل A زائد مربع زائد B زائد زائد C بيساوي صفر. القاعدة تقول كيف تحلل هذا؟ انتبه، تأخذ الأمثال مثل ما تعلمنا الصف العاشر. A في زد ناقص زد واحد في زد ناقص زد اثنين. هذه هي القاعدة. طبعا شباب، الزد واحد والزد اثنين هدول هن حلا او جذران. هلا بقول حلا، انتو جذران الحمد لله ما بتعرفش يعني. حلال معادلة A زد مربع زائد B زد زائد C بس. انا اسف هون ما في يساوي الصفر، بعتذر. لما بيقولوا حلل ثلاثي الحدود ما بيكون في مساوات. حلل هذا المقدار ناتج تحليله هذا المقدار، تمام؟ بس انا من وين بدي اجيب الزد واحد والزد اثنين؟ بروح من عندي بحط له يساوي الصفر وبحلل هاي بالدلتا، تطلع معي المعادله او تطلع معي الجذرين. برجع بعوضهم وين مره ثانيه؟ بدل زد واحد بدل زد اثنين. رح نشوف عليها مثال الان. قبل ما نعطي مثال على حلل، في مثال على حل المعادلة. حل المعادلة في سي، شو يعني سي؟ يعني سي كومبلكس، مجموعة الأعداد العقدية. شو قصدهم؟ قصدهم إذا بيطلع الدلتا سالب، لا تقول مستحيل الحل. هذيك أنا أقولها في آر، كمل الحل. يا المعادلة اللي بدهم إياها زد مربع زائد 4 زد زائد 29، شو بيساوي؟ صفر. بدنا نحلل هاي المعادلة، خليك معي. نحلها بالدلتا. دلتا بيساوي ب مربع ناقص 4 قاسي. الـ A هو أمثال زد مربع، والـ B هو أمثال زد، والـ C هو العدد الأخير. تطلع معنا الإجابة ب مربع 16 ناقص 116. تضرب هاي بهاي بأربعة، تطلع الإجابة ناقص 100. سالبة اللي موجبة سالبة، معناها يوجد جذران عقديان مترافقان، هما زد واحد بيساوي. يلي حافظ القانون يكتبه، أخذناه أيام السنة. ناقص ب زائد جذر زائد جذر ناقص دلتا آي عتني. ناقص عشان يرجع موجب لهي بتصير 100. قلنا اللي ما حافظه ما يكتب القانون، يطبقه مباشرة، بس يتذكر تبعيد صف العاشر. قانون صف العاشر زد واحد يلي انت حافظه ناقص ب زائد جذر دلتا عتني. تعال نطبق لهي. ناقص ب ناقص 4 زائد جذر الدلتا جذر ال 100 10، والناقص تتخيل انه جذره اي. ليه؟ لانه الاي مربع هو ناقص واحد، ففينك انت بعقلك تشيل الناقص تقول هي 100 اي مربع، فجذر الاي مربع هو 100 اي مباشرة. إذا جذر ال 100 10، تتخيل انه جذر الناقص شو؟ اي، بتعتبره اي على 2 اي، يعني 2 بواحد. وزع هي على هي وهي على هي. ناقص 4 2 ناقص 2 زائد 5 اي. هذا أول جواب. زد 2 هو مرافق زد 1. طبعا امتى، انتبه عليك، امتى بحق لك تقول جذران عقديان مترافقان؟ اذا كانت الامثال حقيقيه. اما اذا كان الامثال فيه اي ما بحق لك تقول الجذران العقديان مترافقان. اكتبوا ملاحظه على جنب، اذا كانت الامثال حقيقيه فالجذران مترافق. الثاني بيكون مرافق الاول، ناقص 2 ناقص 5. إذا كانت الأمثال حقيقية فالجذران العقديان مترافقان.
هذا حل المعادلة. بالامتحان بيجينا حلل. تعال نشوف حلل. وين موجود الحلل؟ بالصفحة اللي ورا. حلل ما يلي: زد مربع زائد 4 زد زائد 29. اكتب لي اياهم. يلا حلل زد مربع زائد 4 زد زائد كم؟ 29. نفسها. نحن حتى نحلل لازم نطلع الزد واحد والزد اثنين، بنقول له نحل المعادلة بنحط له صفر من عنا، زد مربع زائد 4 زد زائد 29 بيساوي الصفر. تطلع معك الزد واحد والزد اثنين، شو طلعت الزد واحد؟ ناقص 2 زائد 5 اي، والزد 2 ناقص 2 ناقص 5. الآن بعد ما طلعوا هدول بنعوض وين؟ بالقانون. شو بيقول القانون؟ اف زد ناقص زد واحد زد ناقص زد اثنين. القاشو شباب واحد، في زد ناقص تفتح قوس تحط لها هي جواتها ناقص 2 زائد 5 اي، في زد ناقص زد اثنين ناقص 2 ناقص 5 هي، وبتنشر هي مع هي وهي مع هي، بتطلع الاجابه اللي عندك فكين بالاقواس. بنكون شو عملنا؟ حللنا. هون في خطا مطبعي طبعا، 2 ا وليس 2 اي. ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 ا قانون الدلتا. 2 بالامثال 1. صعب التحليل؟ بتعملها يساوي صفر، بتحلها بالدلتا، بتطلع زد 1 وزد 2، بترجع بتطجها وين؟ بالقانون. وصلنا لعند ايجاد الجذرين التربيعيين للعدد العقدي، هام جدا جدا. دورة العام الماضي و والله ما اجى العام الماضي بس كان بالمقترحات الوزارية العام الماضي. واعتقد ما اجى بالمنهاج الحديث، فمتوقع لهذا العام سؤال 40 45 علامة. تعال نحل هيدي الفقرة اسمها ايجاد الجذرين التربيعيين. يا العدد اللي بدنا نطلع له الجذرين هو بيكون رمزه زد يساوي ا زائد بي اي. شباب اول شيء بتقولوا نفرض، فرض على كيفك، اوميجا تساوي اكس زائد اي واي جذر تربيعي لزد، لهذا يعني لا ا زائد بي اي. بعدين احنا ايام السنه تعلمنا كيف نستنتج العلاقات الثلاثه، بالامتحان مسموح تطجهم فورا، بيعتبرك انك انت مستنتجهم وانت مرشتهم ما انك مستنتجهم. على العموم هن العلاقات شو؟ اكس مربع ناقص واي مربع شو بيساوي؟ علاقه اولى بدنا نحفظها، اكس مربع زائد واي مربع بيساوي تحت الجذر مربع اكس زائد مربع واي علاقه ثانيه. نعتذر، مربع ا زائد مربع ب لانه الاكس والواي مجاهيل. العلاقه الثالثه اكس بي واي بيساوي بي على ثلاث علاقات تؤمن لك ايجاد ال احنا جمعنا رح نحسب الاكس والواي. رح ناخذ مثال عليها، مثال دوره: اوجد الجذرين التربيعيين للعدد العقدي زد يساوي 3 زائد 4 4 زائد شو؟ 3 زائد 4. هي مين هي؟ وهي مين هي؟ البي. طلنا عند الثلاثة عند الأربعة بي. ورح نبه على شغلة، السؤال يأتي بصيغة أخرى تقول حل المعادلة. ممكن حل المعادلة زد مربع يساوي 3 زائد 4، وكأن عم يقول لك طلع لي جذرين ولا زد مربع، يعني نفسه بالضبط. اما بيقول لك بصريح العباره اوجد الجذرين التربيعيين
او بيقول لك حل المعادله، بس شو بسميها اذا قال حل المعادله؟ بسميها زد مربع. هو عم يضحك عليك، كمان بيقصد فيها اوجد الجذرين التربيعيين. انت ما تتلبك كون مشبك، هي اعتبرها اه وهي اعتبرها بي، وكمل بطريقه عتياتي. اول علاقه يا اكس مربع ناقص واي مربع بيساوي اه. عوض معي هون يا عارف الحقني، اكس مربع ناقص واي مربع بيساوي اه. الاه وين؟ وين الاه؟ 3. علاقه اولى. علاقه ثانيه، اكس مربع زائد واي مربع بيساوي تحت الجذر مربع اه زائد مربع بي. مربع الاه 9 ومربع البي 16. 9 و 16 25، جذرها 5. انتوا عندكم خطا مطبعي، كاتبين 19 و 6 صح؟ هي 16 و 9 ما بيأثر، بس الجواب صح 5. العلاقة الثالثة اكس بي واي يساوي بي على 2. 4 على 2 2. هاي علاقة بالجمع العلاقتين الأولى والثانية، اجمعوا هدول بالجمع بتروح الواي مربع مع الواي مربع. 2 اكس مربع بين هون بيساوي 8، فالاكس مربع تساوي 4، فالاكس لها قيمتان اما 2 او ناقص 2. هاي طلعت الاكس، خذ الاثنين وعوضها بالثالثه مشان تطلع الواي. بتقول اكس تساوي 2، عوض هون يؤدي 2 واي بيساوي 2، الواي تساوي 2 على 2 1. معناها الجذر الاول سميه اوميجا 1 بدك، يا سميه الجذر الاول بالعربي اذا ما عرفت. الاكس 2 والواي 1، 2 زائد واي. الجذر الثاني من وين؟ بالثانيه، ناقص 2 عوضها بالثالثه بتطلع ناقص 1، تطلع معك الاجابه. او هون لا أو. مين هالمرافق؟ مين هالمرافق احمد؟ اوعها فيها شنق هون. مترافقان لما بيكون ثلاثي حدود، اما بهاي الفقره لما بيكون هو مكتوب بالشكل الجبري بتقول جذران متعاكسان وليس مترافقان. اكتبوا جنبها، اكتبوا جنبها الجذران هنا متعاكسان وليس مترافقان. يعني اذا بدك تطج يا حبيب القلب بتقول اوميجا 2 هو معكوس اوميجا 1، يعني هو ناقص 2 ناقص ناقص 2 ناقص. صعبة؟ فقرة سهلة جدا، نتمنى أن تنال إعجابك. صرنا بالصفحة 5، مثال امتحاني. ها عندك زد يساوي 1 زائد جذر 3 اي لنشوف بالامتحان الاخير شو بدكم تتحججوا بالعقدية. بالمذاكرة بدنا نعملها اخر شيء. هذا اللي قاعد حازف العقدية من الخارطة العلمية. زد يساوي 1 زائد جذر 3 اي. اول شو بدهم بالله؟ اكتب زد بالمثلثي واثبت ان الناتج حقيقي. تعال نعملها مثلثي، شو لازم نحسب؟ الار، الار عم تطلع 2 تحت الجذر مربع 1 زائد مربع جذر 3. بدنا نحسب كوساين تيتا وساين تيتا. كوساين تيتا بتطلع نص، ساين تيتا بتطلع جذر 3 على 2، تطلع الزاويه 60 درجه يعني بي على 3. اذا هيدي بالشكل المثلثي شو اسمها؟ R يعني 2. نفتح قوس بكوساين البي على 3 زائد اي ساين مين؟ بي على 3. تاكدوا من الحل. هلا انا بدهم اثبت ان زد اس 6 حقيقي. خليك معي، زد اس 6 حقيقي. شوف شو بتعمل، بتروح بتحط زد اس 6 هون 2 هون بتحط 6. اذا هيدي زد
طبعا بعد ما حولناها بعدين حطينا طبعا هون هو عم يجبرك على دوامه تبعت كيف؟ لو قايل لك اثبت طبعا في ناس مش بعد ما عملها هيك طالما قال له اثبت يعني مستنتج بقول لك لا بدي اروح اعملها لهي قص 6 ما في مشكله لانه القص صغير بالشكل الجبري ممكن مربع 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 يزبط معك بس بركي كانت قص 30 يعني ممكن تعمل لك مشكله فدوموفر اسهل شيء يلا دوموفر دوموفر يقول انه السته بتنزل جنب هاي وجنب هاي وفوق هاي فوق مو جنب 2 قص 6 64 2 بحاله 6 مرات يعني 4 ب 4 ب 4 64 بكوساين ركز معي 6 مع 3 بتروح بتضل 2 ب 6 ب على 3 يعني 2 ب زائد اي ساين 2 ب او ماي جاد رجعنا على الامثال الزوجيه لبي هي نفسها الصفر بتصير 64 كوساين الصفر 1 ساين الصفر 0 باي 0 64 بواحد 64 بتقول له تنتمي لار انت بتكون اثبتت ان الناتج شو نوعه؟ عدد حقيقي. المثال الاخير في هذه الصفحه ليكن لدينا اكتب جنبه هام جدا 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 هذا خلال 10 سنوات بيجي 5 مرات 4 مرات من ايام زمان رح نتعلم المثال مع بعض طبعا هي العقديه ما بتجي 100 علامه بتجي بمنهاجكم هلا حاليا اما 60 اذا عملوها 60ات او 80 اذا عملوها 80ات و40 اذا كان صغير اي ممكن السؤال يقول لديك زد واحد واحد زائد جذر 3 اي انتبه بيبي وزد 2 واحد زائد اي شوف شو بده اكتب بالشكل المثلثي زد واحد وزد 2 وزد واحد على زد 2 ديان 3 بنبلش بزد واحد شو نعملها مثلثي شو بنعمل بنحسب الار وبنحسب التتا تعلمناهم شو طالعين اعطونا اياهم الار طالع معكم 2 شوف الحل والتتا بيع 3 معناها الزاويه هي نفسها اللي حليناها من شوي 2 في كوساين البيع 3 زائد اي ساين شو شباب بيع 3 هذا زد 1 زد 2 1 زائد اي هذا مشهور جدا هذا بيع على 4 هذا بيطلع جذر 2 بكوساين البي على 4 زائد اي ساين بي على 4 طبعا اللي حافظه بالامتحان فيني يطجوا فورا كمان ما حدا له عندك شيء هاي حسبنا زد 1 وزد 2 هلا بده زد 1 على زد 2 اها ركز معي عندما نقسم عددين عقديين بالشكل المثلثي فاننا نقسم الطويله على الطويله يعني بتقسم قاعده هيك بتقول لك ار 1 على ار 2 وتطرح الزوايا يعني كوساين تتا واحد ناقص تتا اثنين زائد اي ساين تتا واحد ناقص تتا اثنين هي القاعدة اذا قسم الطويلتين يلا اثنين على جذر اثنين جذر اثنين ب كوساين اطرح بي على ثلاثة ناقص بي على اربعة بتروح على مسودة بتوحد المقامات عم تطلع بي على 12 زائد اي ساين مين عم تطلع كمان؟ بيع هذا زد واحد على زد اثنين بالشكل شو نوعه؟ المثلثي لازمني بعد قليل لذلك رح زركشه حطه ضمن في الفار تأكدوا من الجواب عندكم شو بدنا لسه؟ هاي صفحة خلصت قلوب الصفحة اكتب قواعد عشان نحكي عنه اكتب زد واحد على زد اثنين بالشكل الجبري ثم استنتج كوساين البيع 12 كل معي زد واحد على زد اثنين بس شو بده اياها جبري شو يعني زد واحد على زد اثنين جبري يعني واحد زائد جذر 3 اي
على 1 زائد اي، وشوي تعلمناها ببدايه الحلقه مضرب بالمرافق. نضرب بالمرافق. مربع الاول 1، المقام عم حله بد، ناقص مربع الثاني اي مربع ناقص 1 بتصير زائد 1. يعني شو بصير المقام؟ 2. وهدول كنا ننشرهم. المهم رح تطلع معنا الاجابه ناقص 1 زائد جذر 3 على 2، هذا اول واحد. والثاني اذا بدنا نوزعها طبعا تطلع فيها اي 1 ناقص 1 زائد جذر 3 على 2. هذا زد 1 على زد 2، بس شو هذا؟ جبري. حلو، مثلثي جبري. على طول بس يطلب منك القسمه مثلثيا، يرجع يطلب القسمه جبريا، دائما وابدا بدي اقول لك استنتج ساين وكوساين لهي. شو هيدي اللي هون؟ بي على 12. رح علمك طريقه سهله كثير، في عالم بخربطوا بالمقارنه، بيقول لك بالمطابقه وبخربط، لذلك مشان ما تتخربط تعش بهي الطريقه السهله الاموره الحبابه. كوساين اللي بي على 12، شو قاعده الكوساين؟ اكس على ار. اكتبها لاكس على ار. اكس بتجيبها من الجبري وار بتجيبها من المثلث، وانتهى الموضوع. تطلع الاجابه مباشره. اكس بنجيبها من الجبري، يعني 1 زائد جذر 3 على 2، والار بنجيبها من وين؟ من المثلثي، اول مقلوب الثاني بتصير 2 جذر 2. 1 زائد جذر 3 على 2 جذر 2، حتى نزيد جذر 2 من المقام، نضرب هي بجذر 2 وهي بجذر 2، تطلع الاجابه جذر 2 زائد جذر 6 على 4. جذر 2 ب 2، 2 ب 2، هذا 100 كوساين البي. اذا طلب الساين ما مطلوبه بس بدنا نضيفها لعندكم. إذا طلب ساين البي على 12 ضيفوها إذا بدكم. شو القاعدة؟ واي على ار. واي من وين؟ من الجبري. والار من وين؟ من المثلث. تطلع الإجابة جذر 6 ناقص جذر 2 على 4 بعد ما نضرب بالجذر. وإذا طلب الطانجان هي الساين على الكوسين. إذا طلب الطانجان هي الساين على الكوسين. صعب؟ اللي متعود على المطابقة، اللي عم يشوف الفيديو، اللي عم يشوف القاعة، يدير باله من الأمثال. في عالم شو بقول؟ بيقولوا هاد هو نفسه هاد، نو، لأنه هون في أمثال، لو ما في أمثال أوكي. فإذا بدك تعمل هيك شو بتقول؟ بتقول هاد هو هاد على هاد. بتزبط معي. فأنت احفظها لهيك ريحني، قول إكس على آر، إكس جيبها من الجبري وآر جيبها من وين؟ من المثلث، أصلاً بالجبري ما في آر، يعني مبين إنه الآر من المثلث، الإكس من وين؟ من الجبري. كمان سؤال قوي لهذا العام. في قواعد صفحة نسيناهم، صفحة ارجع له ورا شوي. قواعد صفحة 5. طبعا احنا الان مستحيل نقدر نغطي درس العقدية كله، بس نحن اهم كل القواعد مكتوبة. هلا لكم شغلة، احنا عملنا مراجعة لأهم فقرات العقدية اللي اخذناهم ايام السنة، مو خلصوا طبعا هلا، في بالجزء الاول بعد شوي بدنا نرجع على الجزء الاول، تركنا معادلات ومتراجعات اذا متذكرين، رح نرجع لهم هلا مع بعض بعد شوي. في قواعد بالصفحة 5 تقرأهم بفيدوك بحل أسئلة البنك والملحق. نحن عندنا في شيء اسمه بنك العقدية، رح نبه على شغلة، سؤال العقدية بالامتحان لا يخرج عن هذا البنك. يعني كل سنة السؤال اللي بيجيك بالامتحان من هذا البنك، يلي بيحله لهذا البنك بيكون إن شاء الله قدر يحل سؤال الامتحان بهذا البنك. طبعا بعد صفحتين ثلاثة لقدام صفحة 12 13 بهذا البنك عندنا السؤال 17 والسؤال 21، نحن ما تعلمنا منهم لسه لحد الان. هدول موجودين بالنماذج الوزاريه، هدول انا تاركهم لقبل الامتحان بيومين عشان ما تنسوهم، فموجودين بالجلسات الامتحانيه النهائيه اللي بدنا نعملهم ان شاء الله بالمركز الثقافي. هدول وقتها بنحلهم، اذا ما لحقنا نحلهم ضمن الجلسات فانا بنزلكم هن بفيديو قبل الماده بثلاث ايام، واذا قدرنا نحلها رح احاول احلكم بالقاعه. على العموم بدي اخذ الحلول من المكتبه هن محلولين، بس انطرني لاشرحهم اذا بدك، اللي ما بيعرف يحلهم. في عالم عم تعرف، في عالم ما عم تعرف،
انا راح اشرح لكم هذول التمرينين بالذات ضمن الجلسات النهائيه. ما تبقى اجرب فيني لك كل سنه عم يجي. يعني السنه الماضيه السؤال الثالث كان بالامتحان اللي ما حال البنك هالعقديه اكل هو بالامتحان، بالامتحان الثاني التكميلي. والسؤال 29 كان بالامتحان، واللي ما حل البنك العام الماضي راح على الامتحان فتحت امه قال شو هالسؤال تبع العقدي. لذلك عم ننبه بدي يجيب علامه العقديه خليه يحل بنك اسئله العقد. وهالاسئله كانت موجوده يا امام مسبقا. كمان انصدمتي هذا العقد؟ لا هذا حليت هيك، هذا سهل. طيب راح نروح مع بعض مشوار الان على الجزء الاول بعد ما عارف يحفظ لنا التسجيل. افتحوا لنا الجزء الاول